السلام عليكم أعزائي الطلبة، نكمل مادتنا هي بخصوص مكونات الحاسوب اللي هي الكمبيوتر كومبوننتس اللي هي الضملي الهاردوير والضملي السوفتوير. أخذنا بأن الهاردوير مكونات الهاردوير هي مكونات المادية للضم input output، قلنا central process unit الميموري يونت، هذه كلها طرقنا عليها، عرفنا بأن الانبوت ضمن الكيبورد الماوس، وعرفنا بأن سنترال بروسيس يونت ضمن اللي هو جزئين رئيسيين هي الارثمتيك لوجيكال يونت والكنترول يونت، وكل واحدة أخذنا الخصائص أو الأشياء المهمة اللي تخص كل جزء. بعد أخذنا الميموري يونت وحدات الذاكرة أو ميموري ديفايس اللي تقسم إلى ماين ميموري ولا سكندري ميموري. بعد أخذنا الأوتبوت اللي هي عندنا السبيكرز البرنترز المونيتر، كل هاي طرقنا عليها وعلى أجزائها وشرحنا تفاصيل كل جزء خاص بهذا الموضوع. بعد راح ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو السوفتوير. السوفتوير يقسم قلنا إلى قسمين كما طرقت عليكم بالمحاضرة، وقلت لكم إنه السوفتوير يقسم إلى قسمين، قسم هو الأوبريتنج سيستم هو الجزء الأساسي للسوفتوير اللي هي برمجيات، والأبليكيشن بروجرامز البرامج التطبيقية اللي هي ضمني الأوفيس الأوتوكاد، هاي البرامج اللي إحنا نستخدمها بالحاسوب. اما الاوبريتنج سيستم هي ضمن الويندوز اللينكس اليونكس الام اس دوس اللي احنا نشتغل عليه هو حاليا هو الويندوز، راح نتطرق عليه بعد اكثر من خلال الكتاب. هذا التقسيم جزء كلش مهم من عنده اللي هو راح اخذ الجزء الاخير هو السوفت وير اللي هو نهايه الفصل الثاني. نجي على السوفت وير الكيان البرمجي. السوفت وير الكيان البرمجي هذا هو السوفت وير الكيان البرمجي، حتى نتطرق عليه اكثر. الكيان البرمجي هو قلنا السوفت وير، يمثل الكيان البرمجي هو النصف الثاني مثل ما طرقت عليكم. احنا الجزء الاول قلنا منه الهاردوير، هذا الجزء الاول وضم قلت لكم الانبوت والاوتبوت والميموري والسنترال بروسيس يونت. اما الجزء الثاني فراح يضم لي يعني هو الجزء الثاني ضمني هو السوفتوير من منظومة الحاسوب الآلي، وهي مجموعة برامج الأساسية تضم هذه البرامج مكونات الحاسوب من أداة المهام المطلوبة مثل الإنشاء عرض طباعة رسائل، كل هذه هي يمثل لي هو مهام متنوعة يمكن إجراءها من خلال أما برامج تطبيقية الابليكيشن بروجرامز أو الأوبريتنج سيستم نظام التشغيل. يقوم المستخدم بالتعامل مباشرة مع البرامج التطبيقية اللي هي قلت لكم الابليكيشن بروجرامز، هي عندي الاوفيس برنامج وعندي الاوتوكاد، اذ يقوم المستخدم بادخال هاي البيانات عن طريق اعطاء اوامر، ويقوم بتطبيق هذه الاوامر بتحويلها الى تعليمات، ويقوم بتحويلها الى نظام التشغيل اوبريتنج سيستم اللي هي عندي اللي هو يقوم بدوره بارسال هاي التعليمات الى المكونات المادية. اذا كل هاي العمليات اول شيء راح نسويها عن طريق اوامر او ادخال هاي البيانات، العفو، بعدها يقوم بدورها بارسال هذه التعليمات الى المكونات الماديه. قبل كل شيء والتي بدورها هذا تقوم بعمليات الحسابيه قلنا والمعالجه واستخراج النتائج المطلوبه، ثم القيام بعمليه تحويل النتائج بسلسله عكسيه لتظهر النتائج للمستخدم لليوزر من خلال وحدات الإخراج اللي أخذناها. وحدات الإخراج قلنا هذه وحدات الإخراج اللي هي من خلالها إدخال البيانات، بعد تتم معالجة وتخزين، بعدها تكون عملية الإخراج عن طريق هذه الوحدات الموجودة عندي البرنتر أو المونيتر سبيكرز. بعدها عندي نرجع على موضوعنا الكيانات البرمجية، مثل ايش يقول يعني السوفت وير هو كيان برمجي بس يضم جزئين رئيسيين، وهو يمثل الجزء الثاني من مكونات الحاسوب. يضم هو نظام التشغيل، هذا اوبريتنج سيستم نظام التشغيل هو الجزء المهم اللي يضم السوفت وير يعني الكيان البرمجي.
نظام التشغيل هو أهم جزء من البرمجيات. إذا أنا عندي أهم جزء بالبرمجيات هو نظام التشغيل، إذ لا يخلو منه أي حاسوب. وظيفة الأساسية هو التخاطب بين الحاسوب وملحقاته من جهة، الحاسوب وملحقاته من جهة، من هو الحاسوب وملحقاته من جهة، والإنسان المستخدم من جهة أخرى. الحاسوب وملحقاته قلنا هي عندنا الانبوت الاوتبوت، ويوجد العديد من نظام التشغيل، قلنا الامس دوز، الويندوز، لينكس، يونكس. أهم المهام اللي يقوم بها نظام التشغيل هو تسجيل الأخطاء، الفحص والتحكم بوصول البيانات، التحكم بإدخال بأجهزة الإدخال والإخراج، وإدارة ذاكرة الرام، تبادل البيانات بين قرص الصلب والذاكرة الرئيسية. إذا الآن هسه عندي هذا الجزء اللي هو الأوبريتنج سيستم، هو أهم جزء من البرمجيات، أهم جزء بالبرمجيات، إذ لا يخلو منه أي حاسوب. وظيفته الأساسية هو التخاطب بين الحاسوب من جهة، ومن جهة أخرى اليوزر أو هو المستخدم اللي راح يستخدم هذه الأجزاء. الحاسوب وملحقاته، يعني شنو الحاسوب وملحقاته؟ هي قلنا الكيبورد، الماوس، يخاطب عن طريق النظام التشغيل الأوبريتنج سيستم. إذا أنا عندي نظام التشغيل، مهام نظام هذا التشغيل اللي هو أول شيء تسجيل الأخطاء، الفحص والتحكم بالوصول بيانات، التحكم بأجهزة الإدخال والإخراج، إدارة الذاكرة، بيانات تبادل بين القرص الصلب والذاكرة الرئيسية. هذا أخذنا هسه الجزء الأول هو اللي أخذناه Operating System. بعد راح ننتقل إلى الجزء الآخر هو Application Programs. هسه هذا عندي Application Programs، البرامج التطبيقية أو مختصر الAP، أو عندي Operating System مختصر OS. البرامج التطبيقية هي برامج تستخدم لأداء وظيفة أو مجموعة وظائف بموضوع محدد، إداري، تجاري، علمي. ومن أمثلتها هي قلنا الأوفيس، الأوتوكاد، والنظام المعلومات الجغرافية GIS. بعدها عندي هسه أخذنا جزئين من عند المهمة الخاصة بميمن بالسوفتوير، اللي قلنا الجزء الأول وهو الجزء الأهم. من أقول لك أني الجزء الأهم بالبرمجيات هو تقول لي، راح تقول لي الأوبريتنج سيستم. بعد الأبليكيشن بروجرامز، البرامج التطبيقية اللي ضمن لي الأوفيس، جي آي إس، الأوتوكاد. بعدها راح ننتقل عندي لحد هذه اللحظة، إحنا كملنا هذا المخطط، عرفنا انه عندي جزئين رئيسيين. هذا الشرح راح اعيده مره اخيره، انه جزئين رئيسيين الهاردوير والسوفتوير. الجزء الاول هو يمثل لي الهاردوير، والجزء الثاني يمثل لي السوفتوير. الهاردوير قلنا راح يضم الاوبريتنج سيستم، العفو، الهاردوير راح يضم لي الاوتبوت ديفايس، واللي يضم لي هو السنترال بروسيس يونت، السي بي يو، مختصره قلنا سي بي يو، وعندي الميموري ديفايس او الميموري يونت، وعندك الاوتبوت ديفايس. هذه الاربع اقسام راح يضم لي اياها هو عندي الهاردوير. بعدها عندي السوفتوير، راح يضم لي بس جزئين، قلنا الاوبريتنج سيستم والابلكيشن بروجرامز. الجزء المهم بالسوفتوير هو الاوبريتنج سيستم، الاو اس. من اقول لك الجزء المهم بالسوفتوير راح تقول لي هو الاو اس. زين، الجزء المهم بالهاردوير راح تقول لي هو، او الاقل للهاردوير، هو اللي راح يمثل لي مثل ما طرقنا عليه مسبقا، هو عندي البروسيس يونت، وحدة المعالجة المركزية. إذا أنا عندي العقل أو الشيء المهم اللي يمثل لي بالهاردوير هو البراين، اللي يمثل لي العقل هو عندي السنترال بروسيس يونت، وحدة المعالجة المركزية. بينما السوفتوير الجزء المهم مالته هو الاوبريتنج سيستم. انتبه وياي، الجزء المهم بالهاردوير راح يمثل لي هو السنترال بروسيس يونت، وحدة المعالجة المركزية. اما الجزء المهم بالسوفتوير راح يمثل لي الاوبريتنج سيستم. بعدها راح نتطرق لغات البرمجة. سبق وطرقت على هذا الموضوع اللي هو لغة التخاطب بين المبرمج والحاسوب، لها قواعدها وأصولها. تقسم اللغات البرمجة إلى 3 لغات رئيسية، لغات ذا مستوى أدنى ومتوسط وعالي.
عادة نحن لغة المستوى الأدنى اللي هي سميت بهذا الاسم لبعد مفرداتها عن لغة الإنسان. راح نشوف شنو هذا الكلام اللي راح عبر لي عن أنه بعد هذه مفرداتها عن لغة الإنسان، وهي اللغات التي تستخدم النظام الثنائي الواحد والصفر للتعبير عن الأوامر المختلفة التي يتكون منها البرنامج، وهي لغة صعبة لا يحسن استخدامها إلا قلة من المبرمجين الذي لديهم خبرة أكيد ومهارة في البرمجة. وتعتمد لغات المستوى الأدنى على المشين لانجوج، لغة الآلة. إذن لغات المستوى الأدنى low level language هو يمثل لي هذه اللغة تكون بعيدة عن مفردة عن لغة الإنسان اللي هي تمثل لغة الصفر، يعني هي والباينري اللغة النظام الثنائي الواحد والصفر هو اللي تعبير عن الأوامر المختلفة التي تتكون منها البرنامج، وهي لغة صعبة لا يحسن استخدامها إلا قلة من المبرمجين. إذا أنا أكو لغة تكون قريبة عن لغة الإنسان أو لغة تخاطب بها يعني يستخدمها الإنسان، أو أكو لغة بعيدة عن مفرداتها عن لغة الإنسان اللي هي عندي تستخدم النظام الثنائي. أما لغات المستوى المتوسط هي middle level language، هي لغات تتميز بأنها وسط بين لغات الآلة ولغة المستوى العالي. لغة الآلة قلنا هي الماشين لانجوج اللي هي تمثل لي شنو الماشين لانجوج، تمثل لي لو ليفل لانجوج. إذا تعتمد لغات المستوى الأدنى على لغة الماشين لانجوج لغة الآلة. أما لغات المستوى المتوسط اللي هي ميدل ليفل لانجوج هي لغات تتميز بأنها ميدل متوسطة بين من لغة الآلة ماشين لانجوج ولغات المستوى العالي High Level Language، وتستخدم خليط من الرموز والعلامات وتسمى لغة تجميع Assembly Language. إذن أنا Assembly Language استخدمناه بالMiddle Level Language لغات المستوى المتوسط اللي تجمع لي بين من؟ تجمع لي بين لغات المستوى الأدنى Low Level Language اللي هي Machine Language ولغات المستوى العالي هي هاي الليفل لانجوج. من راح اقول لك وين نستخدم لغه الاله؟ راح تقول لي بلغات المستوى الادنى. وين راح تستخدم لي بالاسمبلي لانجوج؟ راح تقول لي تستخدم بلغات المستوى المتوسط، لان هي خليط بين او هو يجمع لي بين لغه الاله ولغه لغات المستوى العالي. لغات المستوى العالي اللي هي هاي الليفل لانجوج سميت بهذا الاسم لأنه أصبح بالإمكان هذا المبرمج كتابة برنامج دون معرفة تفاصيل كيفية القيام بالحاسوب بهذه العمليات كمواقع التخزين، تفاصيل الحاسوب الدقيقة. لغات مستوى عالي هي تعبيرات شبيهة إلى درجة كبيرة باللغات الطبيعية التي يستخدمها الإنسان. والتخاطب مع الآخرين، عندنا مثل عندنا لغة C++، عندنا لغات بالحاسبات بيسك باسكال C++، هذه كلها عندنا اللغات اللي نستخدمها اللي هي قريبة أو نقدر باستخدامها الإنسان. بعد عندي يقول لي الأنظمة العددية، طبعا راح يبين لي هنا الأنظمة العددية. الأنظمة العددية هي اللي في الحاسوب اللي قلنا سبق وطرقنا عليه، النظام الثنائي الباينري سيستم ونظام الأوكتل سيستم ونظام الهكسي ديسيمال سيستم، وأخذنا أنظمة أخرى هي الديسيمال سيستم. كل هاي الأنظمة النظام الثنائي، النظام الثماني، نظام السادس عشر، نظام العشري، هذا كله أخذناه بالمحاضرة السابقة. وقلت لكم أنه أنا عندي هسه النظام هذا النظام الثنائي قلنا، ونظام الثماني، النظام السادس عشر اللي سبق وطرقنا على هذا الموضوع بالكامل وبتفاصيله، انه اساس النظام الثنائي قلنا هو 2، فان هذا النظام يضم عددين فقط الصفر والواحد. اما النظام الثامن عشر فهذا هو اكبر رقم له هو نظام 7، وان اساس النظام هو السادس عشر 16، وهذا النظام يتكون من 16 رمز، يتكون من 9 ارقام اكبرها على 9، ومن احرف تكتب بصوره كبيره من الاي للاف، اي بصوره اخرى يمكن توضيحها هذا الشكل يوضح لي عنه. حاسوبك الشخصي اللي هو Personal Computer، يتوفر حاسوب الشخصي Personal Computer بأنواع مثل المكتبي، الديسكتوب، المحمول، لابتوب، بمواصفات تكون متوافقة مع التطبيقات مثل معالجات الصور، معالجات النصوص، جداول البيانات الإلكترونية، قواعد البيانات،
أكيد متصفح الويب والألعاب، وتسمح هذه الأجهزة اللي هي الشخصية الحالية بالاتصال بالشبكة الموجودة عندي أو اتصالات لاسلكية بالإنترنت والحصول على معلومات ما. هذا يسموه حاسوب شخصي، ويمكن أيضا استخدام جهاز الحاسوب في المنزل أو المكتب أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات التجارية. بعدها عندي هاي هسه عندي أما منصة الحاسوب. منصة الحاسوب هو دمج بين معدات الحاسوب ونظام التشغيل اللي هو سهل لي مهمة العمل بينهما من خلال العمل المشترك أو التوافق بينهما. عندنا النظام مايكروسوفت ويندوز، أنظمة عندنا نستخدمها الويندوز اكس بي، نظام من شركة أبل، الويندوز 7، نظام لينكس. العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء الحاسوب، أنا أكو عوامل قبل ما أفكر أنه أشتري حاسوب لازم أراعي هذه العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء الحاسوب. عندما يريد شخص شراء حاسوب ما، يجب أولا أن نحدد الوظائف المطلوبة أدائها والميزانية المالية المخصصة لذلك. بعدها يمكن أن نقرر مواصفات الحاسوب مع الأخذ بالاعتبار أن الحواسيب تكون متكاملة بمكوناته وقابلة للتجهيز والتعديلات المستقبلية. أول شيء نأخذ فكرة مسبقة أنه الاطلاع على الأنواع المتوفرة في الأسواق المحلية، أكيد أنه راح نأخذ فكرة عما نبحث عنه أو اختيار جودة أو نوعية أو سعر اللي راح نشتري هذا النوع من الحاسوب عند شراء نوع من الحاسوب. اثنين، تحديد ثمن الشراء. أكيد إحنا نعرف أسعار كل ما كانت مواصفاته الحاسوب ونوع الحاسوب المراد شراءه، أكيد تكون تعتمد لي على تحديد ثمن هذا الشراء، يعني توفر تعرف على أسعار الحواسيب طبعا أكيد المواصفات ونوع الحاسوب المراد شراء، مثل عندك HP، عندك الدول، كل وحدة وشركة معينة أو من خلاله بإمكانك أنه تقدر قيمتهم عند شراء هذا جهاز الحاسوب. الغرض من الحاسوب تقرر هذه الميزة، نوع مواصفات الحاسوب مقرر شرائها وطبيعة العمل عليه. على سبيل المثال يستعمل الحاسوب لأغراض شخصية بالمنزل أو يستخدم بالعمل أو مؤسسات ودوائر حكومية، قد يكون الحاسوب المكتبي أفضل أو المحمول. نوع العمل عندنا هاي أنواع العمل اللي عندي، رسومات، اتصالات، حسب نوع العمل، المهام الحسابية المطلوبة، تحديد البرامج المثبتة. أكيد إحنا نعرف بأنه مسبقاً والتي نريد استخدامها لإدارة هذا الحاسوب هو عندنا نظام اللي هو تشغيل الويندوز، وبرامج يراد استخدامها مثل برنامج مكافحة الفيروسات وبرامج معالجة النصوص أكيد وقواعد بيانات وبرامج تحرير الصور، كل هذه برامج نحن راح نثبتها من خلال استخدامنا للحاسوب. أكيد يعطيك همنا مدة ضمان، اختيار مدة الضمان اللي يجب مراعاتها لتطوير الحاسوب مستقبلا. لذا من المهم دقة اختيار أكيد أجزاء ومواصفات الحاسوب كنوع المذر بورد اللي نستخدمه هو لوحة الأم، وكذلك المنافذ، وكذلك سرعة المعالجة وسرعة الذاكرة للتخزين، سعة الذاكرة العفو للتخزين. بعدها عندي المميزات الرئيسية لنظام التشغيل. عندنا نظام التشغيل الكثير من الناس يفضلون اختيار نظام الويندوز. بعدها عندي المعالج CPU بمثابة قلنا العقل في الحاسوب اللي ينصح بها معالجة الفئات المتوسطة أو العليا، ضمان عمر أطول للحاسوب وسرعة كبيرة حتى وإن لم تكن الحاجة لها حاليا. بعدها عندي هاي الأنواع العدي المعالجات، الذاكرة العشوائية ينصح بأن لا تقل الذاكرة الإجمالية عنها 2 جيجا بايت كحد أدنى. بعدها عندي القرص الصلب الهارد ديسك أو الهارد درايف، مع تطور صناعة الأقراص الصلبة وانخفاض ثمنها ينصح باقتناء السعة الأعلى، علما بأن حاجة المستخدم هي تكون أكيد تحديد السعة التخزينية الموجودة عندي بالقرص الصلب. بعدها عندي الشاشة المونيتر، أكيد من المواصفات اللي أنا شلون أريدها، تعد الشاشات الرفيعة LCD
وشاشات البلازما هي أحد الخيارات الرائجة حالياً قياساً بشاشات CRT التقليدية، توفر جودة لون تضاهي الشاشات العادية، أي تعطي درجة بيكسل وضوح درجة عالية، كما أنها تستهلك طاقة أقل، وينصح باختيار معدل أكيد الزمن استجابة هذه خاصة للمهتمين بمشاهدة الأفلام، هو الزمن المستغرق لاستجابة كل بكسل لمؤثر البصري في الشاشة لتغيير الألوان وفقا للمميزات المعروضة. لهنا احنا محاضرتنا اكيد اكو اسئلة نهاية الفصل، اللي حل اسئلة نهاية الفصل اكيد الى قلنا درجة